السلام عليكم أخي، تحدثنا شوي عن واقع التدريس وواقع المدرسة في حي المرجي. نحن الآن بعد مدارس حي المرجي، يعني المدارس اللي بحي المرجي مثل كثير مدارس مناطق حلب المحررة، يعني عم تعاني عدة يعني من عدة مشاكل، أهمها إن المدارس تعرضت للخطر من شو بنيك مثل البرميل، يعني أدى لدمار كثير بالمدرسة. المشكلة الثانية، مشكلة الأساس المدرسي، أساس المدرسة مثل ما عم نشوف، يعني بقي الحديد تبع المقاعد ولكن الخشب تبعه استخدموه من أجل الحريق، يعني بالشتاء كان في غياب للمحروقات فاستخدموا خشب المقاعد من أجل التدفئة. عندنا مشاكل تانية كمان، يعني غياب الكفاءات العلمية، مدرسين أو منهم عم بيشتغلوا لسه عم ياخذوا رواتب من النظام، فعم بصير عنده خوف من انه يدرسوا حاليا. يعني بنشوف مدارس طبعا إعادة التأهيل بده يعني تضافر الجهود من المؤسسات المدنية، من الائتلاف، ومن حتى المدرسين، من المجلس المحلي لمحافظة حلب الحرة. يعني طلع هو خايف كله كفاية، يعني بدها كل شيء واو ومنتهي، بس هاي كويسة ها بتصير. يعني بنطلع هون سقط القذيفة بالمدرسة أدت كمان لدمار، هون نازل برميل بالساحة برميل، طب تدرس ولا لا؟ يعني حتى المدرسة حتى مين كتب نحن بنناشد المجلس التربوي بالمجلس المحلي لمحافظة حلب الحرة أن يعتمد مناهج جديدة، يعني تأخرنا نحن بمسألة المناهج كثير، كان لازم يكون في منهاج جديد غير منهاج السابق. نشوف هون الطلاب، يعني بدل ما يكونوا الآن بالمدرسة وعم بتلقوا التعليم، نشوف عم تلعبوا. أحكي معنا هون كان في المقاعد، البواب بالشتاء برد، كلهم اجوا العجيان يكسروا بهالبواب، كسروا بهالشبابيك، كسروا بهالمقاعد، ما عرفوا شيء خالص. حتى شالوا الخزينات، ايش بطاولات كلهم للبيع، هدول كلهم عفوهم برا، كلهم بيعوهم، كلهم هاشي. طيب انتوا حابين ترجعوا تكملوا العمليه التعليميه؟ نعم، انا حتى انا اول الناس بالتاسع، ما اخذت التاسع، وتمنيت لك انه ارجع ادرس، بس الله سبحانه وتعالى الازمه اخرت علي دراستي. عم اتمنى ان الله سبحانه وتعالى ينصرنا على الطاغية عشان نرجع ندرس نعيد، يعني دراستنا نتوفق ان شاء الله. هاي صارت على السنتين، صارت هاي تاني سنة. هلا فراد، يعني مثل ما نشوف يعني الطلاب كثير حابين يكملوا التعليم، ولكن الموضوع بده جهود كبيرة من اجل تأهيل مدارس حي المرجي وغير احيانا. هي مبدئيا يعني مقاعد، يعني اخ عامر بس هون، يعني هون الاخ عامر، يعني اخ عامر بس من جديد حي المرجي، يعني وامي الجيش الحق كان عم ياخذ المدارس مقرات، وهو اللي يعني البوار استخدم اجل التدفئه والمقاعد. هلا نحن بالبدايه بركنا بالمدارس مشان بعد شوي عن الاهالي، يعني صار ضرب طيران، صار ضرب يعني قذائف، هذا مشان نتلافى شوي الخسائر المدنيه. فاستهدف النظام، شفت مثل ما تشوف انت بالبرميل متفجره والقذائف، وصار بده يعني هيكله، اعاده تصليح، يعني ان شاء الله يعني بعض جهود من عنا وشوي جهود يعني من الشبابيدنا بيتكون ان شاء الله بنرجع نخليها بتدرس، يعني اسم المدرسة ان شاء الله بندرس. يعني نحن حاليا كتايب المرابطة طلعت من المدارس، كلها طلعت هلا، كل مدارس يعني اي مدرسة اغلب مدارس حطيناها لكم، يعني كلها مطالعة، اغلب الكتايب هي على الجبهات هلا، حتى مقرات حطيناها. كتايب الجيش الحر يعني مستعدة، وهي اخلت قد اخلت مدارس ومستعدة لاخلائها ان وجدت بعض الكتايب ومستعدة، يعني حتى لو وعدت التدريس فيها وهذا، نحن صارت جبهاتنا بعاد يعني وش ده ولا عنده كمان. هو
ولا ومن هالبلد ابدا. هذه اللي سوى شيء هذا وشلعه. لا شيخ لا تزعل على شيء، الله يرضى عليك. طبعا هو ما بيزعل. ان شاء الله ما بننساج على الخراب. ولا ابو شهداء طلعت عزيزه السياره انفجرت، انا واولادي كانوا فيها رامي، ثلاث بنات ترمبلت بسبب يعني كل يدنا انصابين الحمد لله رب العالمين. بس هالشيء هذا اللي هذه طيب هم مين هالشيء هذا اللي صار؟ والله هم ايوه في متسلقين في حرب. ضمن مميزي المنهجي التي انتهجت هي تدمير البنى التحتية لمدينة حلب، أجد أن أكثر القطاعات التي استهدفت هي المدارس، لأن المدارس هي المنارة التي ترشد أبنائنا لطريق الحق وطريق التنوير.